بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا اخر حاجه توصلنا لغايه دلوقتي ان احنا بنعرض فئات المنتجات اللي عندنا، بنعرضها بالشكل ده. لسه شويه تظبيطات، عايزين يعني نحسن من العرض شويه، وفي نفس الوقت مش عايزين يبقى فيه سكرولنج كده ويعرض منتجات كتير او فئات منتجات كتير. يكفي مثلا على حجم الشاشه اربعه، مثلا اربع عناصر، ويبقى في عندنا من تحت بيجر اللي هو 1 2 3 4، يدوس ويتفرج على بقية الفئات، ونحسن العرض شوية. نبدأ دلوقتي على طول في تحسين العرض. افتح الدريم ويفر بتاعنا، اروح على الكلاس بتاعنا اللي بيعرض. احنا عندنا display all with images، display all categories with images، دوت اللي بيعرض كل الصور. اجي مثلا على التيبل اقول له align، خليك center، مش عايزين دبل كونديشن عشان ما تعملناش مشاكل. نشوف كده عرضها هيبقى عامل ازاي. مش حاسين لسه بالعرض، مش مشكله. عايزين كلمه ديسكريبشن والعنوان ده يبقوا مثلا غامقين شويه. طبعا هو باين هنا اهو التقسيمه، بس انا عايز ده يبقى ده كده، الشريط ده يبقى غامق وليه صوره في الخلفيه كده، وكذلك الديسكريبشن يعني، ويبقى برضو بولد يعني. فممكن دي نعملها ازاي؟ هو بيفيتش هنا لا، هنا بقى هو بيعرض الاسم، الجدول الداخلي. الجدول الداخلي دوت اللي هو احنا زي ما اتفقنا حاطينه في ديسبلاي رو ان تيبل. ديسبلاي رو ان تيبل برضو هعمل له اللاين بتاعته، اللاين بتاعته تكون سنتر خلاص. و التي دي اللي هيتعرض فيها الاسم مش تبقى تي دي، هتبقى تي اتش. تي اتش طبعا الفرق ما بينهم ما بين كلمه تي دي ان هي بتتعمل بولد وفي السنتر، يعني الكلام يطلع بولد وفي الايه وفي السنتر. وبدل كلمه ديسكريبشن كذلك بولد وفي السنتر، يعني بدل تي دي هخليها تي اتش، فاعملها لي الكلمه بولد وفي الايه في السنتر. تعال نشوف كده، كليك هير يعني مش حلوه خلاص، ما هياش حلوه. مش عارف لسه اما احط صوره في الخلفيه يمكن تبقى كويسه على التي ار بتاعتها، يعني التي ار اللي معروض فيها الاسم دي. ممكن اقوم جاي هنا في التي ار دي اقول له انا عايز احط باك جراوند صوره، يعني هيقول لي فين، اقول له من ايمجز. بعد ايمجز هلاقي صوره مثلا هكون انا محددها، دوس كده اكسبلور، كليك يمين واقول له اكسبلور. الصورة اللي عندي كان في صورة اسمها باك مش عارف ايه كده، ايوه باك 4.gif، دي صورة مدرجة كده ممكن تنفعني او ممكن يبقى شكلها كويس. باك 4.gif خدت اسمها كوبي وعملته هنا ايه بيست. تعال نشوف العرض هيبقى عامل ازاي لما ادوس على كليك هير. يعني مش محتاجة في السنتر، طالما مش محتاجة في السنتر يبقى هرجعها تاني، مش تي اتش، خليها تي دي، تي دي عادية تي دي عادية، لكن اعملها بولد بس. اعمل بولد بي، البي اللي هي الخفيفة دي تعمل بولد، تعمل خط تقيل. وسيف كده وارجع تاني للعرض بتاعنا اشوف منظرها هيبقى عامل ازاي. كليك هير بالتالي كده الز، بس كلمة يعني كلمة تاخد زقاية كده، عشان تاخد زقاية كده عندنا عشان نعمل مسافة بنعمل العلامة دي وبنكتب ان بي اس بي وسيمي كولون. دي تاخد لك سبيس، دي تاخد لك ايه سبيس. لو دخلت كليك هير مظبوط خدت سبيس، يعني شكلها كده كويسة شوية. بس تلاحظ ان دي كده على الخط ودي فوقيها سنة، لان دول جداول داخلية، يعني دول جداول ايه داخلية. شايف ان الجدول ده كده والجدول ده فوق، لان الجدول ده مليان والديسكريبشن على سطرين، هنا الديسكريبشن على سطر، فهنا في فاضه، هنا مفيش فاضه فمزنوق لفوق. انا مش عايز كده، انا عايز كل جداول تبقى متطرفه لفوق، الجداول كلها تبقى متطرفه لفوق بحيث يطلع الحاجات قصاد بعض، يعني يبقى يطلع الكلام ده فوق قصاد بعض، وبعد كده الصوره نفس الحجم تبقى قصاد بعض، وكلمه ديسكريبشن تبقى قصاد بعض، والديسكريبشن تحت على حسب. عشان اعمل كده يبقى لازم اقول له في التي ار دي لازم اقول له الفيرتيكال الاين. فيرتيكال الاين يعني يبقى فوق، يبقى توب، يبقى ايه، يبقى توب في التي ار. عشان اعمل كده يبقى لازم اقول له فوق قبل ما اعمل التيبل ده. التيبل ده ملوش دعوه، لكن هو الحته اللي هتحط فيها التيبل ده. طبعا الفانكشن دي اسمها ديسبلاي رو ان تيبل، دي اللي بتعرض. ديسبلاي رو ان تيبل بنادي عليها جوه تي ار جوه تي دي، ادي ديسبلاي رو ان تيبل موجوده جوه تي ار جوه تي دي، وهنا موجوده اهي جوه تي دي كمان. انا هاجي على التي ار الاساسيه على الرو ذات نفسه واقول له انت الفي الاين
في الاين، الفيرتيكال الاين بتاعتك هتبقى توب، هتبقى ايه توب يعني كله يبقى محاذاه لفوق، كله محاذاه لفوق. لو رحت كده المره دي دوست على كليك هير، كليك هير اهو اتعدل بقى ده قصاد ده بالظبط، والديسكريبشن قصاد بعضها. عايزين نحط برضو عند الديسكريبشن العلامه دي. فين الديسكريبشن؟ سطر الديسكريبشن اهو في التي ار، هقول له الباك جراوند بتاعتك عايزين تحط لنا الصوره دي بتاعت التي ار بتاع المكتوب فيها الديسكريبشن، واروح كده ادوس تاني على كليك هير اشوف ادي الايه مش حلوه الديسكريبشن تكون برضو، يبقى لازم نعمل ديسكريبشن برضو ما نعملهاش تي ار تي تي اتش، هنعملها تي دي عاديه وتبقى بولد يكفي بعد سبيس يعني العلامه دي، وان بي اس بي ونقفل بسلاش ايه تي دي عاديه. نرجع لموضوعنا وندوس على تراي على كليك هير عشان يعرض كل الكاتيجوريز. مظبوط يعني لحد ما الشكل تحسن حلو. محتاجين نعلن هنا ان ده عباره عن ايه، دي بقى ممكن تكون في الصفحه ذات نفسها في الاول كاتيجوريز قبل ما يطبع display all categories with image، ممكن هنا اقول له ايكو اطبع لي مثلا على اتش 2 مثلا كلمه categories of product واقفل سلاش اتش 2 كليك هير. يعني كلام جميل قوي، يعني الى حد ما ظبطنا العرض شويه، لكن مش محتاجين كده يعني. يعني مش الديسكريبشن هنا زي ما احنا شايفين كده يعني مش كامل في اللي هي في الموضوع اللي هو السادس، فاحنا عايزين الديفولت عرض بتاعنا يبقى 4. وبعد ما يبقى العرض 4 يبقى في بقى هنا ايه يعني نيكست ونيكست والكلام ده كله، ما عندناش بقى ايه مش يعني على حسب، بلاش نبقى عارضين كله يعني لو ده كتير هيعمل لنا مشكله. فانا عايز اعمل الديفولت عرض، العرض الديفولت 4، ويبقى في عنده لو في زياده يبقى في عنده نيكست نيكست او 1 2 3 4 زي الويب المعتاد. عشان اعمل حاجه زي كده واعمل دي اسمها بيجر، دي اسمها ايه؟ بيجر. عشان اعمل بيجر المشكله كلها في ديسبلاي اول كاتيجوريز ويز ايمج، ان هو يطلع البيجر بتاعك بعد ما يقول ريتيرن تي بي ال دوت تيبل، خلاص دي هنا كده بعد التيبل ده ما يخلص ويتنظم كله المفروض ينادي على حاجه اسمها بيجر، يعني ينادي هنا على هيقول كات، ومن الكات هينادي على حاجه لسه ما عملناهاش اسمها ديسبلاي، ديسبلاي بيجر يعرض لي اللي هو البيجر اللي من تحت دوت. وعايز طبعا البيجر ده عايز عدد السجلات عشان يعرف هيعمل كام 1 2 3 4 كام صفحه، كل صفحه فيها 4 زي ما اتفقنا. يبقى محتاج مني عدد السجلات اللي اتأثرت بالجملة، عدد السجلات اللي جت، عدد السجلات اللي جت من الجملة دي بنجيبها ب ماي اس كيو ال اندرسكور افكت او افكتد اندرسكور روز، دي بتجيب لي عدد السجلات اللي اتأثرت بالايه؟ اتأثرت بالجملة. ماي اس كيو ال اندرسكور افكتد روز دي بتجيب لي عدد السجلات اتأثرت بالجملة. فالمفروض في عندنا حاجة اسمها ديسبلاي بيجر، دي عبارة عن فانكشن لسه هنعملها، فانكشن اسمها display pager بتاخد مني متغير، المتغير ده بنسميه number of row، num row اللي هي عدد الصفوف اللي عايزين نعمل لها بيجر، اللي عايزين نعمل لها ايه بيجر. دي قفلت الكلاس، اقفل الفانكشن، يبقى دي فانكشن لسه هنشوف هتتعمل ازاي، مش مهم دلوقتي، المهم ان دي بتعرض البيجر من تحت. المهم بقى نقط نيجي هنا تاني، دي عايزين نخلي دي نعيد تنسيقها بحيث ان هي تعرض 4 بس، تعرض ايه 4 بس. طب في حاجه كمان، افترضنا مثلا ان اقول لك خلينا في الديسبلاي بيجر الاول بعد كده نشوف هنعمل هننظمها ذات تعرض 4، خلي البيجر يتعرض بس، خلي البيجر ايه يتعرض. البيجر عشان يتعرض سهل جدا، كل انا محتاجه بقى انا مش هعمل تيبل، يعني زي ما كنت بكون هنا وبعرض جدول، لا المره دي انا هكون واعرض ايه، واعرض لينكات، فاعمل هنا حاجه اسمها لينكس، عرفت متغير اسمه لينكس ماشي، هعرض جوه المتغير اللي اسمه لينكس دوت هعمل ديفايه احط فيها اللينكات اللي تحت. الديفايه دي مثلا اديها شويه ستايل، ستايل مثلا
بيساوي، عشان عايز اعمل علامتين تنصيص فممكن اعمل سلاش علامتين تنصيص وفي الاخر اقفل بسلاش علامتين تنصيص، واكتب هنا الستايلات اللي انا عايزها. انا هعمل باك جراوند كلر داش كلر، يعني لون خلفيه بتاعت الدفايه دي اللي هتبقى في الشريط اللي تحت البيجر. هنعمل فيها مثلا لونها، نختار اي لون مثلا وليكن 99 اف اف 99، ماشي حلو قوي اللون ده معرفوش. تكست داش الاين، يعني محاذاه النص هيبقى في السنتر مثلا، في السنتر ويكفي خلاص. وخلاص ده الديفايه، اقفل دي كده. يبقى دي كده الديف، الديف اهو التاج اللي اسمه ديف، التاج اللي اسمه ايه، التاج اللي اسمه ديف. وعايزين بقى نبدأ نحط الحاجة جوه، نحط اللينكات جوه. انا هيبعت لي عدد الصفوف، انا هيبعت لي عدد الايه، عدد الصفوف. انا عايز اعمل ايه، انا بس عشان انسق ده هعمل لوب. اللوب ده المفروض يعدي كل مرة يعمل لينكة على حسب عدد الايه، عدد الصفوف اللي موجود عندي، عدد السجلات. فانا هقوم عامل لوب، او انا محتاج او اعمل لوب، ماشي لوب مثلا، او اسميه اعرف فيه متغير اسمه اكس وهيبدأ من واحد، واكس دوت هيبقى اقل من او يساوي عدد السجلات اللي مبعوتالي، اللي هي ايه، نمرو عدد السجلات، المفروض نمروز، ماشي مش مشكلة. وكل مرة الاكس دي هتمشي بكام، بمقدار كام، بمقدار 4. اشمعنى 4؟ لان انا عايز في المرة واحدة يبقى 4 4 4 4، يعني يمشي اول مرة يبقى بواحد، تاني مرة هيمشي من 5 لكام، 5 و6 و7 و8، المرة بعدها من 9 و10 و11 و12، المرة اللي بعدها 13 و14 و15 و16، وهكذا. خلاص كده طيب. واقوم جاي هنا اعمل ايه، اقوم قايل له اطبع لي بقى اللينك بتاعنا ده، او اللينكس اللي احنا عمالين نجمعها دي. هقول له نقطه بتساوي، يعني كمل عليها، كمل عليها واعمل لي ايه. انا عايز في بدايه، في بدايه كل لينك يبقى فيه شرطه واقفه كده، فيرتيكال بار ما بين يعني اللينكه والايه والثانيه، ما بين اللينكه والايه والثانيه. واقوم عامل لينكه ايه، هايبر ريفرنس بتساوي، هتنادي على صفحه اللي اسمها اول كات دوت بي اتش بي، بس هتبعت لي بارامتر او تبعت لي كويري سترينج، هتبعت لي فيه صفحه فروم، فروم رقم كام، يعني عشان ابقى عارف لما تبقى تطلع طبع اللينك، اللينك لما يدوس عليها بيقول لي ابدا من كام. اول مره بيبقى يبدا من 1 ل 4، تاني مره لما يدوس على اللينك رقم 2، اللينك رقم 2 دي اللي هي البيج الثانيه، البيج الثانيه تبدا من 5 لكام، مش مهم، بتبدا من 5 لغايه كام بقى الله اعلم، زي ما موجود في الداتابيز معاك لغايه 5 و6 و7 و8. افترضنا الداتابيز ما فيهاش غير 6، خلاص يبقى يدوس يعرض 5 و6 خلاص كده. يبقى انا عايز ابدا اعرف فروم كام، البيج دي فروم كام، خلاص كده طيب. يبقى فروم بتساوي فروم كام بقى، اكتب الرقم، الرقم اللي عايز اقوله طبعا ده عباره عن ايه، عن المتغير اللي اسمه ايه اكس، لان اول مره اول بيج هتطبع هتبقى فروم اكس، واكس دوت بواحد، تاني مره هتبقى هيزيد 4 على 1 يبقى كام، يبقى من 5 ده صح، تالت مره يبقى 9 كام، من 9 من 10، من 9 ولا من 10، يبقى من 9، من 9 تاني مره يبقى من 9، لان 5 هيبقى هيزيد 4 يبقى 6 7 8 9، يبقى من 9 وده صح والى اخره. خلاص كده يبقى هنبقى فروم والمتغير دوت. وبعدين ما بين ايه وسلاش ايه، هنا بقى هيطلع ايه، عايز ارقم هنا، عايز ارقم، يعني عايز اطبع كلمه 1 2 3 4 لان دي اللينكات العاديه، عايز ارقم اللينكات. فاهم طبعا مش هينفع امشي باكس، لان اكس اول مره بواحد، تاني مره بخمسه، تالت مره بتسعه اللي هي فروم كام. فانا عايز متغير تاني يطبع لي 1 2 3 4 5 كده عادي، فاقوم معرف متغير فوق اللي هو بيمثل لي رقم البيج هسميه بي، وهيبدا البي دوت بواحد، والبي ده هيبدا بايه؟ بواحد. هاجي هنا واقوم طابع مين؟ طبعا كده اللوب بتاعتي هتنفذ امرين، هتنفذ سطر ده وسطر تاني. اولا هيطبع هنا ما بين ايه وسلاش ايه، هيطبع المتغير اللي اسمه بي. فالمتغير اللي اسمه بي ده هيتباع اول مره بواحد، انا عايز قبل ما يجي المره الجايه، قبل ما يجي المره الجايه يبقى البي دي بلس بلس تزيد بواحد، لما البي بي بلس بلس تزيد بواحد بقت باتنين، يطلع اللوب هنا
يقوم جاي عامل لينكه جديده بس فروم 5 والبي تبقى ب2، ينزل هنا يزود واحد بقى ب3، يطلع فوق هنا يقوم جاي هنا طبعا هيزود 4 تبقى 4 على 5 بقت 9، يقوم جاي هنا يقول لك البيج من اول 9 بس البيج هتبقى كام؟ 3، ويزود 4 و و و و الى اخره. خلاص كده كده بدأ يطبع كل الايه؟ كل اللينكات، وبعد ما بيخلص هيريتيرن ليا اللينكات اللي احنا عملناها دي، اللينكس دي. بس خد بالك من حاجه، اللينكس دي ما تنساش ان احنا عايزين نعمل فيها ان احنا نقفل الدفايه، يعني نيجي هنا نقوم قايلين سلاش ديف خلاص. وتعالى نشوف كده بعد ما كان بيرجع التبل ويقفله وينادي على الديسبلاي بيجر العرض هيبقى عامل ازاي. ادوس على كليك هير، ننزل تحت، ادي البيجر بتاعنا. بس البيجر فيه عيب، اولا فيه نقط علامه قبل اللينك الاولانيه مش مفروضه يعني. فانا ممكن اعمل كده سهم هنا كده واقوم مزود هنا واحده بسهم، يعني اعمل ايه يعني؟ ممكن عايز اول واحده يبقى فيه هنا سهم، فممكن قبليها ايه اللي بيطبع قبليها؟ اهي الدفايه، بعد الدفايه على طول هنا في الاخر اقوم عامل سهم كده. لما ازود القوس ده كده يبقى هيطبع بالشكل ده، يعني دي البدايه يعني. وعايز كمان شرطه وسهم في الاخر، فاقول له بعد ما قبل ما تقفل الدفايه دي اعمل شرطه وفيرتيكال بار كده والقفله بتاعته كده. ادوس على كليك هير، تمام قوي كده، ادي واحد وادي اتنين. تعال بص، بص هنا في الاستاتس بار اللي تحت ده، لما ارفع اللينك رقم واحد بينادي على اول كات دوت بي اتش بي بيعمل فروم واحد وده صح، اللينكه الثانيه فروم 5 ده سليم، ما جابش غيرهم اتنين. ليه؟ لان انا عندي عد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 بس 8 عناصر، يعني بيجين، يعني صفحتين من 4 في 4. خلاص كده كلام جميل. عايزين بقى نجهز نفسينا بحيث ان هو يعرض 4، يعرض 4 بس دلوقتي مؤقتا، عايزين يعرض 4 في نفس الوقت. دلوقتي المفروض ان الصفحه برضه بتاعت اول كات دي قبل ما تبدا تطبع قول ايمجيز تشوف هل هو الراجل دايس دلوقتي او اول مره، يعني عايزين نعمل ايه؟ يعني انا اجي جوه الكلاس، جوه اللي هي ديسبلاي اول كات ويز ايمجيز دي، هخليه يعرف ان هو متغير اسمه فروم من كام، هبدا من كام، والديفولت بتاعتها بواحد لو ما حددش، يعني لو ما حددناش يبقى على طول ايه؟ يبقى اول مره يبقى بواحد، غير لو هو حدد، غير لو هو ايه؟ حدد. خلاص كده؟ طيب، وعايز بقى في الصفحه هنا برضو اشوف هل الراجل دايس، هل اليوزر دايس على لينكه من اللينكات وبعت لي في الستاتس، بص هنا وبعت لي على اللينكه مثلا فروم بتساوي 5 ولا فروم بتساوي 9 ولا فروم بتساوي 1 ولا اي حاجه. لو بعت لي يبقى لازم ابعتها للايه؟ ابعتها للميثود اللي اسمها ديسبلاي اول كات ويز ايمجز. يبقى انا هعمل ايه؟ الاول اختبر ان از ست لمين؟ قلت له للمتغير اللي جالي في الجيت اللي اسمه ايه؟ قلت له اللي اسمه فروم. الاول اتاكد ان هو از ست. اولا لو هو مش از ست يعني مش مبعوت، يبقى اكيد انا هطبع الديسبلاي اول كات ويز ايمجز عادي اللي هي بواحد من اول واحد. إلس معنى إلس كده ان هي بقت ايه دلوقتي؟ بقى مبعوت فروم. طالما مبعوت فروم يبقى ما ينفعش اطبع دي كده عاديه، يبقى انا مضطر اطبع دي بس ابعت لها نوت مين؟ ابعت لها القيمه اللي مبعوتها لي في الجيت، ابعت لها القيمه اللي مبعوتها لي في الايه؟ في الجيت. القيمه اللي مبعوتها لي في الجيت اللي هي الفروم، اللي هي مثلا فروم 5 او فروم 9 او فروم مش عارف كام، خلاص على حسب اللي هو داس عليه. يبقى هتروح هنا للميثود بتاعتي جوه الكلاس اسمها ديسبلاي كات اوز ايمجز اللي هي فروم دي، وعايزين هنا بقى يطبع 4 ويطبع او يعني من اول ما تحدد له فروم، من اول فروم اللي متحدده له، من اول فروم اللي ايه؟ اللي متحدده له. تعالى نعيد الكود ونعدل فيما يلزم بحيث انه يطبع 4 من اول الرقم اللي جالي هنا، من اول الرقم الرو اللي جالي من هنا. يعني لو هو هنا كان باعت لي نقط مثلا 5، يبقى انا عايز اعمل 4 صور او 4 فئات من اول الفئه رقم 5، من اول الفئه رقم كام؟ من اول الفئه رقم 5. هو عرف الكاتيجوري ماشي، طبع تيبل وخلاه في الالاين سنتر مفيش مشكله، نفذ الجمله بتاع السيلكت استرسك فروم كاتيجوري مفيش اي مشاكل، وبدا يفيتش الرو. قلت له قبل ما تفيتش الرو
انا محتاج اعرف انا في الرو كام دلوقتي، فاعرف متغير اسمه رو ناو وهبداه اول مره بواحد، وده بيعرفني انا في الرو رقم كام دلوقتي. خلاص، وهعمل برضو واحد كمان متغير كمان هسميه كومبليت، والغرض من المتغير دوت اقوله برضو هبدا بصفر، والغرض من المتغير ده ان انا اشوف كومبليت دي يعني انا طلعت الاربعه ولا ما طلعتش الاربعه. خد بالك بقى، يبقى الكومبليت ده بتاع انا خلصت اربع فئات طلعوا ولا لا. اما دوت بعرف بيه انا في السجل ده رقم كام، ودي تفرق عندي، والمعلومه دي تفرق عندي. خش معايا، وايل هيفيتش اول رو ويحطه جوه المتغير اللي اسمه رو، ويبدا بقى يعرض الشغل بتاعه. قلت له اه، تبدا تعرض الشغل بتاعك لغايه قبل الريتيرن. ده جسم الوايل، ده جسم مين؟ جسم الوايل اللي هو بيفيتش الرو يشتغل ويعرض، يعني سطر كام سطر دول هما دول اللي بيعرضوا القصه بتاعتنا. قلت له اه، المفروض دول ما يعرضوش الا بشروط معينه. ايه هي الشروط دي اللي يقدر يعرض بيها رو زي ده؟ قلت له بص، الشروط اف، وكل الكلام ده محطوط ما بين الاف كده، لا بالسطر ده كمان، لان هما دول سطور العرض، دول سطور العرض. مش هيعرض الا لو، الا لو ايه بقى؟ قلت له الا لو الرو ناو السطر الحالي او السجل الحالي لازم يكون اكبر من او يساوي المتغير اللي اسمه فروم. متغير اسمه فروم ده مثلا هو باعت لي مثلا فروم 5، هو هيفيتش الرو، اول رو هيختبره، هل الرو دوت اكبر من او يساوي الفروم؟ لو مش اكبر من او يساوي الفروم مش هيتطبع، لان مثلا لو مبعوت لي 5 وانا اول رو لسه، يبقى مش هيتطبع اول رو، يبقى الكلام ده كله ما يحصلش. قبل ما يلف، وده بتاع الوايل، ده بتاع الهوايل، ده بتاع الوايل ده، قبل ما يلف عند الوايل ما ينساش ان هو يزود لي الروناو، ما ينساش ان هو يزود لي مين؟ الروناو، يزيد بواحد. يبقى ده باتنين دلوقتي، يطلع تاني لفوق الواي، يقوم عامل فيتش للسجل التاني ويشوف هل الاتنين اكبر من او يساوي الفروم؟ لا ده لسه مش 5، يزود واحد، يفتش الرو التالت، يزود الرابع، يفتش الخامس، فتش الخامس، شد الخامس. يجي هنا الرو نم بكام؟ ب5. هل 5 اكبر من او تساوي الخمسه؟ اه اكبر من او تساويها. يبدا بقى ايه؟ يعرض من اول الخامس. يعرض من اول مين؟ يعرض من اول الخامس. اول ما يبدا يعرض، اول حاجه يعملها خلاص دخل هنا، يبقى يبدا يعرض. خد بالك ده شرط الاولاني، مش بس دوت عشان كده يقدر يعرض، لا، ولازم في نفس الوقت كمان يكون المتغير اللي اسمه كومبليت لازم يكون اقل من الاربعه، لانه لو بقى بيساوي اربعه معناه ان الاربعه تعرضوا، يبقى برضه يوقف. يبقى لازم يكون اكبر من او يساوي الفروم، وفي نفس الوقت الكومبليت لازم يكون اقل من الاربعه، لان لو وصلت بقى باربعه شكرا انتهت العمليه، مانيش عايز ان انا اعرض تاني. حلو كده، يبقى لازم يكون هو اكبر من الفروم، وفي نفس الوقت الكومبليت اللي هو المتغير بتاع الكومبليت ده يكون لسه اصغر من الاربعه، يعني لسه بيعرض الرو الاول، الرو الثاني، الرو الثالث، الرو الرابع، الى اخره. حلو، اول ما دخل هنا السجل ده او السطر ده هيطبع اول رو، طالما هيطبع اول رو يبقى الكومبليت زود لي عليها واحد، يبقى الكومبليت كده دخلت في ايه؟ دخلت زودت واحد، لان كده اول سجل اتعرض، اقول له زود واحد وكده عرض اول سجل. كده هيفتش الرو الثاني، هيعرض الرو التاني، والسطر ده بيعرض الرو التاني. قلت له خلاص ثواني عليا، قبل ما تعرض الرو التاني برضه ما تنساش تزود لي المتغير اللي اسمه كومبليت، زودوا لي واحد عشان كده يبقى عرض السجل التاني، عشان كده يبقى عرضنا السجل الايه؟ السجل التاني. خلاص كده، ويلف كده عرض سجلين، يخبط هنا، لا يخبط هنا اهو، يرجع وايل، يخبط هنا اهو، خلاص خلص الاف، يزود واحد، يخش على الرول اللي بعديه، يطلع عند الهوايل، يطلع عند الهوايل يفتش الرول اللي جاي، يسأل بقى نفسه هل الرول الوقتي اكبر من الفروم؟ هيبقى اه مثلا ب6. الكومبليت بكام المره دي؟ ب2. هل الاثنين اصغر من الاربعه؟ اه الاثنين اصغر من الاربعه، يزود الكومبليت تبقى ب3 ويعرض الثالثه، ويخش هنا يفتش الرول الرابع، ويزود الكومبليت بواحد تبقى ب4 ويعرض الايه؟ ويعرض الرابع، ويقفل التي ار، ويزود الرو،
ويطلع فوق، يطلع فوق او ما يطلع يسأل نفسه الرو دلوقتي اكبر من الفرومبه، هيفضل طول عمره اكبر من الفرومبه خلاص، احنا عرفنا منه البدايه. اما الكومبليت بكام؟ اصغر من الاربعه؟ لا ده اربعه، الاربعه مش اصغر من الاربعه، يبقى انتهت القضيه على كده بالنسبه لي، هو عرض الاربع سجلات. نجرب الكلام ده. لو ساعة كليك هير ضرب في وشي كله في سطر 101، كله في سطر 101. قلت له ماشي، ودينا عند سطر 101، ادي سطر 101 اهو، سطر 101 رو ناو هنا متعرفها رو ان او، خليها رو ايه؟ رو ناو. وارجع كده ادوس على كليك هير، undefined variable اسمه رو ان او، ماشي. يبقى في غلطه برضو سطر 113، امر على 113، هنا بزود الرو ان او، لا هقول له زود الرو ناو، زود الرو ايه ناو، خلاص ثبتنا اسمه رو ناو. بس على كليك هير ما تلاقيش اخطاء، اربعه بس، اربعه ايه؟ اربعه بس. حلو. الثانيه دي فروم خمسه، المفروض يتبع خمسه وسته وسبعه وثمانيه ويقف. ده لو كان في 8 هدوس كده عليها، المفروض دلوقتي دي متبرمجه، اللينكه دي متبرمجه ان انا طالما دوست عليها. شايف؟ بص كده في الاستيتس، لما ادوس عليها يبقى اقول كات هتستقبل متغير عجت اسمه فروم. لما تستقبل المتغير العجت اللي اسمه فروم اللي هو ده، هيبقى ايه الست؟ هيقوم جاي هنا يقوم نادي على ديسبلاي اول كاتيجوريز ويز ايمج، بس بعد ما يبعت لها مين؟ بعد ما يبعت لها الفروم. فالفروم تروح عند مين؟ تروح هنا على الديسبلاي اول كات بالفروم كام؟ بالفروم خمسه. فيبدا من هنا، فيبدا ان هو يسال اول سؤال لازم يكون الرو ناو اكبر من او يساوي الفروم، هيبقى بواحد في يسيب ما يطبعش، باثنين يسيب ما يطبعش، ثلاثه يسيب ما يطبعش، اربعه يسيب ما يطبعش، خمسه خمسه يبدا بقى، يبدا يخش بقى يزود الكومبليت ويطبع السجلات، المفروض يطبع صح. درسنا كده على اثنين تمام قوي، فعلا عرض البيج رقم 2 زي ما احنا شايفين كده الاربع سجلات. طب افترضنا ان في واحد زايد، تعال نروح نشوف لو زودنا في الادمنستريتور بتاعنا، صفحة تانية كده، داخلين لوجن ادمن وعملنا لوجن ودخلنا على الكاتيجوريز اللي عندنا، سيرش كده، ادي الثمانية اللي عندنا هم. لا احنا قلنا له عايزين نضيف رقم تسعة مثلا، اي حاجة كتست بس نجرب هنشوف هيحصل ايه. كانت تسعة، كانت تسعة، اختار اي صورة، اطلع اختار اي صورة مثلا على السي دي دي، تل اوبن وتسيف، ماشي. دي فئة اسمها كانت تسعة اهي، وتعال هنا على الهوم. لما ندوس على كليك هير هيحصل ايه؟ كليك هير تلاحظ في البيجر بقى واحد اتنين ايه؟ تلاتة. وبص نط في الستيتس بار، لما وقفنا على واحد قال لي هبدأ من واحد، لما وقفنا على اتنين قال لي فروم خمسة، لما وقف على تلاتة بيقول لي فروم تسعة. كلام جميل جدا. تعال نجرب ندوس على اتنين، عرض لي الفئات فعلا من اول خمسة ستة سبعة تمانية. تعال نشوف بقى في التالت، ما عرض ليش غير الفئه رقم 9 فعلا، والديسكريبشن بتاعها وادي الصوره ايه، وادي الصوره بتاعتها. فاحنا كده عرضنا خلاص البيجر وحسنا العرض بتاع شكل المنتجات بتاعتنا، وعملنا البيجر ده مهم جدا. ودلوقتي نقدر بقى عايزين نشوف دلوقتي، لما اقف على اللينكه دي بص هنا معايا تحت في الاستيتس، لما بقف هنا على الصوره بيبعتني على صفحه اسمها اول برو اللي هي اول برودكت اوف كاتيجوري، المفروض يعرض لي كل المنتجات اللي من الفئه كانت ان هو رقم اربعه، يبقى يعرض لي كل المنتجات الفئه رقم اربعه. اما اجي اقف هنا كده بيعرض لي برده كل المنتجات على نفس الصفحه اللي اسمها اول برو اوف كاتيجوري رقم ثلاثه، ونفس القصه لما بقف على اي لينك من اللينكات اللي هنا. فاحنا عايزين دلوقتي يعني انا يعني دلوقتي احنا ممكن اشيل الفئه اللي هي التاسعه دي مش محتاجينها، دي كنا بس بنتست بيها هيظبط الدنيا ويعرض صح ولا لا. لكن احنا دلوقتي عايزين بعد ما حسنا العرض بتاعنا بتاع عرض المنتجات، محتاجين ان احنا نبدا نعرض كل المنتجات. احنا دلوقتي بنعرض فئات المنتجات، لما ندوس على فئه يدخلني على كل المنتجات اللي فيها، لما ندوس على فئه يدخلني على كل المنتجات اللي ايه اللي فيها.